مسؤولان عسكريان أمريكيان في التحالف الدولي ضد الإرهاب أن المعركة الحاسمة في العراق ضد تنظيم داعش ستكون على الحدود مع سوريا. وقال نائب القائد العام للتحالف الدولي إن المعركة الكبرى والحاسمة ستكون عند منتصف نهر الفرات على الحدود العراقية السورية. أعلنت الداخلية المصرية أن قوات الأمن في البلاد ألقت القبض على 14 شخصا من جماعة حسم التي تعتبرها القاهرة إرهابية. وقالت الوزارة في بيان صدر عنها بهذا الصدد إن المضبوطين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية توافقا مع تكليفات قيادتهم بالخارج. أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أنه لا يستبعد تعليق العمل بالحكم الذاتي في كاتالونيا إذا لم يتراجع قادة هذا الإقليم عن تهديداتهم بإعلان الاستقلال عن إسبانيا، وأضاف أنه لا يستبعد شيئا لكن يجب أن تكون الأشياء في وقتها، وأكد أنه يرغب بأن تسحب كاتالونيا تهديداتها بإعلان الاستقلال سريعا. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جميع المفاوضات مع كوريا الشمالية حول تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية باءت بالفشل، لافتا إلى وجود أمر واحد يمكن من خلاله التعامل مع كوريا الشمالية. ولم يوضح ترامب ما هي هذه الوسيلة الوحيدة التي ستنجح في التعامل مع قضية كوريا الشمالية. اشتدت قوة العاصفة نيت وأصبحت إعصارا من الدرجة الأولى، حيث اجتاح الإعصار منتجعات ساحلية مكسيكية مواصلا تقدمه نحو الأراضي الأمريكية المطلة على خليج المكسيك، فيما تسببت أمطاره في أمريكا الوسطى بمقتل 28 شخصا. وأكد مركز الأعاصير الأمريكي في بيان بأن سرعة الرياح المرافقة لنيت بلغت 136 كيلومترا في الساعة، فيما يتحرك الإعصار بسرعة 35 كيلومترا في الساعة. باتت تونس في حاجة إلى نقطة واحدة من مباراتها الأخيرة ضد ليبيا الشهر المقبل لتضمن مشاركتها في كأس العالم للمرة الخامسة. يأتي ذلك بعد عودتها بفوز ثمين من غينيا بأربعة أهداف لهدف السبت في منافسات المجموعة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لروسيا 2018. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.